والبنك الأهلي، فأعتقد يعني انتصار كمان في الظروف اللي كانت محيطة قبل اللقاء مهم جدا بالنسبة لكم. الحمد لله، يعني فوز مهم. احنا في تنافس على بطولة الدوري، اللعيبة عارفة المسؤوليات اللي عليها، الجهاز الفني عارف المسؤوليات اللي عليه. هدف اللعيبة والجهاز الفني ومجلس الإدارة إسعاد جماهير الزمالك، وده طيب اللي احنا بنشتغل عليه. اكيد، لكن كان قبل المباراه الجدل اللي حصل واللي بسببه الانتصار كان ليه اهميه كبيره، هو قصه اسامه نبيه وكارتيرون. عايز اعرف ايه اللي كان حاصل ووصلت لفين؟ هل هدأت الاوضاع ولا في جلسه حصلت النهارده او في جلسات جايه زي ما اعلنتم؟ هي قصة من نسيج ووهم الناس المتربصين بالنادي، وأنا أقدر أقولها كده، وأصحاب مصالح شخصية. مفيش أي خلاف فني، وأنا بحب أأكد على خلاف فني فني، ما تمام. بين مستر كارترون والكابتن أسامة نبيه، لكن نقل بعض الكلام عن لسان كابتن أسامة ايوه لمستر كارترون، تمام فالراجل خد على خاطره، تمام والموضوع انتهى تقريبا في نفس اليوم. والدليل ان كان في معسكر كابتن اسامه ومستر كارترون كانوا موجودين مع بعض. مش مع بعض قوي، راح متأخر. ده بعد ده لا، عشان كابتن اسامه كان موجود مع مجلس الاداره تمام. بس، وكانوا موجودين مع بعض واتأخروا كلهم مع اللعيبه تمام. بالنظام المتبع، وتاني يوم فطروا كلهم مع اللعيبه. وحضرتك كنت شايف في الماتش سمرة جت كابتن أسامة بيمارس مهام المدرب العام ايوه تحت قيادة مستر كارترون، ومفيش بينهم أي مشاكل. تمام. من في هم الوقت اللي مجلس الإدارة ايوه خلص الموضوع، هناك بعض الغير مسؤولين ايوه بيتكلموا في الإعلام عن موضوع ما يخصهمش، فحضرتك يعني تقدر تحكم هل اللي ظاهر على الشاشة في الملعب النهارده. كمان كان في تدريب قبل الفطار، كابتن أسامة كان موجود ومستر كارترون موجود، وهما الاثنين بيمارسوا المهام، يبقى ده كان في خلاف عميق زي ما تصور. أنا بسأل حضرتك، هو إذا كانت الأطراف اللي ممكن تكون بتوصف من جانب حضرتك بالمتربصين هي أطراف مرتبطة بطرفي الأزمة، فممكن ده يخلي الناس تتساءل. أكيد ممكن يكونوا ما بيقولوش الكلام ده منهم لنفسهم يعني. هو يمين ممكن الأطراف اللي يكونوا مرتبطة بطرفي الأزمة، ده لو قلنا إن في أزمة، تمام. مش معنى إن يكون في بعض الإشاعات اللي توصل لمستر كارترون يبقى في أزمة تمام. إطلاقا. في الوقت نفسه مجلس إدارة نادي الزمالك رئاسة اللواء عماد عبد العزيز ومساعده الأمين أو نائبه الأمين المستشار هشام إبراهيم، سيادة اللواء سامي والدكتور حسين السامري، ايوه فبيديروا المجلس أو بيديروا النادي مش بفكر رد الفعل. يعني احنا مش هتطلع اشاعه على السوشيال ميديا او بعض المواقع المجهوله تكتبها وهنشتغل برد فعل، واو في ازمه وفي حكايه وفي روايه. لا، احنا بنشتغل بفعل. ليه؟ رد الفعل دايما يا استاذ هاني بيبقى مشتت تمام. وغير مركز وعنيف، لكن الفعل بيبقى مركز ومحدد الهدف. تمام. عرفنا ان في سوق ايوه أو إشاعات طلعت نقلت خطأ إلى نقلت كارتيرون عن أسامة نبيه لكارترون زي ما بتقول. عن كابتن أسامة نبيه. في نفس اللحظة تم التعامل مع الموضوع وانتهى. بعدها بقى اللي كان عايز يتكلم يتكلم، اللي عايز يطلع إشاعات بيطلع إشاعات، تمام. علما إن الناس اعتادوا من مجلس إدارة نادي الزمالك إن لو في أزمة إحنا ما بنسترش ومش بنخبي. في عصر السوشيال ميديا أي والاعلام الحديث ما ينفعش تخبي. مظبوط. فاحنا قلنا كان في سوء خلاف بسبب نقل كلام خطا لمستر كارترون، تمام. وانتهى في نفس الساعه. انا مش هقول لك في نفس اللحظه، تمام. انتهى في نفس الساعه. وده يبين القياده الحكيمه لعماد بيه عبد العزيز وهشام بيه ابراهيم، والموضوع خلص. احنا بقى قاعدين بقى بنسمع كلام كتير بيتداول في الاعلام، ف خلاص اللي عايز طيب، يتكلم يتكلم، معنى اللي كده عايز ان الكابتن اسامه نبيه مستمر مع كارتيرون في الجهاز الفني للزمالك الفتره المقبله. ده بالتاكيد.
مستر كارتيرون ما طلبش ان كابتن اسامه يمشي، تمام. وكابتن اسامه ما طلبش ان هو يعتذر عن المهمه. مستر كارتيرون هو ملك الملعب، تمام، هو المسؤول عن الفكر الخططي والتدريبي والبرامج، والمدير المدير او المدرب العام وله صلاحيات، وكل واحد يعلم صلاحياته. وعلى فكره مفيش خلاف فني زي ما قلت لحضرتك، مفيش خلاف فني، كلمة فني دي بين قوسين، لكن ممكن في خلافات لا ما هي دي أخرى. الحقيقة. لا ولا خلاف إداري، يعني تمام. أنا بأكد لا في خلاف فني ولا خلاف إداري. بعض أصحاب المصالح تمام، حاولوا يتدخلوا لهذا الاستقرار، مفهوم، وده إحنا ما نرفضه. وعشان كده بقول لك مجلس إدارة نادي الزمالك بيقودوا رجال دولة، أيوة، بيعرفوا إزاي يوقدوا أي فتنة، ويعرفوا إزاي يتعاملوا مع الحدث من منطلق الفعل ولا يسبب بالفعل. تمام. في نفس الإطار، هل في أي جديد في ملف مدير الكورة، ولا اتقفل خلاص والجهاز الفني بشكله الحالي هو اللي مستمر؟ والله احنا ما بنتداولش الموضوع ده على مجلس الإدارة. تمام، يبقى ما فيش جديد. طيب، بخصوص امبارح فيما يخص كرة اليد، وده تخصصك يمكن الأبرز على مستوى تاريخك الكبير، حتى بتكلم على الملعب مش على مستوى الإدارة. امبارح كانت القصة الجدلية هي قصة إبراهيم المصري لاعب الأهلي اللي شارك في لقاء نهائي الكاس ما بين الأهلي والزمالك، وهو قلقان شوية ولابس كمامة، وبعدها بأيام اكتشف إصابته بفيروس كورونا في معسكر المنتخب بالأمس. الزمالك كان طلع ما أسماه مش باحتجاج الكابتن حمادة قد ما هو وضع النقاط فوق الحروف. هل ليكم أي جديد حصل تعليقا على القصة دي؟ طب يا كابتن هاني او استاذ هاني، انا بحب اقول لك استاذ هاني، ما مش هاني. كابتن اصلا. هاني على طول. لا هاي. تحكمنا ايه لوائح؟ هل الاتحاد المصري لكره اليد لما شرع في تنظيم البطوله الحاليه او البطوله اللي انتهت من ايام، هو كان شارط على الانديه تعمل بي سي ار قبل كل مباراه؟ الاجابه لا. تمام. هل ابراهيم المصري لعب وهو مصاب بكورونا؟ الاجابه انا ما اقدرش اقول اه او ما اقدرش اقول لا، لان ما كانش في تقرير يثبت. كان في رابيد تيست قبل المباراه بيقول لا. تمام. تمام، وهو امر غير دقيق بنسبه 100%. تمام. لو بنتكلم على التحاليل. تمام، فانا احتج على ايه كنادي الزمالك؟ نادي الزمالك مفهوم. يقدر ياخد حقه لو في خطا اداري او خطا لائحي تم. لكن انا وجهه نظري يعني بسيطة، ان مجلس ادارة اتحاد كرة اليد ممكن ما يكونش، او هو في الحقيقة ما كانش بيشرط لإقامة المباراة عمل اختبارات او بي سي ار او رابيد تيست قبل اي مباراة. ومع ذلك حضرتك بتؤكد ان الرابيد تيست اللي عمله ابراهيم المصري كان سلبي. مظبوط. فانا لو هو فعلا مصاب بكورونا انا اتمنى له الشفاء العاجل. يا رب يا رب. ابراهيم لعيب من لعيبه منتخب مصر اللي بنعتمد عليهم، واتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله. بإذن. لكن احنا برضه في نادي الزمالك برضه زي ما قلت لحضرتك ما نسيبش حق نادي الزمالك، لان ده دورنا، بس في نفس الوقت ما نشتغلش برضه برد الفعل. تمام. اللي هو اصل اتقال ان هو كان عيان، مين اللي قال؟ يعني اللي بيقول ان ابراهيم لعب وهو عيان، مين اللي قال؟ ايه المصدر الطبي اللي تطلع هذه المعلومه؟ مفيش أي مصدر قالها صراحة طبعا. طيب وعلى أي أساس بقى نحتاج؟ تمام. إحنا مش لازم نخلق أزمات بدون أزمات عشان نبقى إحنا أقوياء ونطلع نشتم في ده ونشتم في حد كرة اليد ونشتم. لا، أنت ما تلعبش على مشاعر الجماهير عشان تبقى بطل من ورق. تمام. أنت لازم تتعامل مع الملفات بواقع، واللي بيحكمنا في الآخر لوائح. تمام، ممتاز جدا. طيب، بالكلام عن نفس اللعبة، اللاعبين التسعة اللي عقودهم بتنتهي بنهاية الموسم، بحسب معلوماتي أنا بعضهم جالهم عروض، وبعضهم بدأ يفكر في إنه ممكن سواء في الخارج أو في الداخل الفترة الجاية. هل حسمتوا الملف ده؟ هل في أي وقت معين متحدد لتسوية المستحقات سواء المقدمات أو السابقة للاعبين؟ يا أستاذ هاني، مجلس إدارة الزمالك لا يترك أي ملف بدون عمل. تمام. احنا عارفين ان في اولا لعيبه كره اليد هم ابطال، وهم مصدر فرحه وسعاده لجماهير الزمالك على مر التاريخ، ومحدش يقدر ينكر الكلام ده، ومحدش يقدر ينكر مجهود اللعيبه والجهاز الفني.
ولكن في نفس الوقت محدش يقدر ينكر مجهود مجلس الإدارة تمام الحالي اللي بيوفر وبيشتغل بجهد رهيب لتوفير كل الأموال اللازمة عشان يدفع كل المتأخرات وما يستجد. فاحنا شغالين على الملف ده بمنتهى القوة، نوفر المصادر المالية المطلوبة عشان نجدد لعيبة كرة اليد، ايوه نجدد لباقي ألعاب الصالات، وعشان نحافظ على ألعاب الصالات. فاحنا شغالين على الملف ده، هل في محدش وقت قدر واضح يقول ممكن يتقال انه عنده هينتهي قصة المستحقات دي او تجدد العقود ولا لسه؟ واحد. هو حضرتك احنا شغالين، تمام الموسم لسه منتهي من يومين، مظبوط. يعني الموسم لسه منتهي من يومين، فاحنا شغالين عشان نوفر. هو انا فرحتي اجي واقعد معاك واقول لك يا هاني انت لعيب محترم واحنا بنحبك، هنديك عقد 5 مليون جنيه في السنه، وبعدين ما بقاش قادر ادفع لك، ايوه وبعدين تحصل ازمه زي الازمات اللي احنا عشناها وبنعيشها من يوم ما جينا وبنشتغل لاصلاحها. ايوه هو ده اللي المفروض يحصل. قال المفروض ان احنا نطلع ونتكلم ونكتب ونقول احنا جبنا احسن لعيبه في مصر وبنجدد لاحسن لعيبه في مصر، واللعيب ده ب 5 مليون وبتاع كره اليد، واللعيب ده اديله 7 مليون وفي الاخر ما تفعلوش حاجه. لا طبعا، لكن بين الاثنين في حاجة ثالثة هي الأنسب، إنه يكون في فلوس وتتحل القصة. ده اللي بس واحنا أعتقد شغالين مستنيين. على الملف ده لا نقدر أكده لحضرتك. تمام احنا لما ممكن. استلمنا كان النادي فيه 1,250,000 جنيه، أيوه. احنا علينا متأخرات رواتب 256 مليون جنيه. تمام. احنا الحمد لله قدرنا نوفر فوق ال 230 مليون جنيه ودفعنا أجزاء كبيرة من المتأخرات، تمام. ولسه شغالين عشان نجيب مصادر تمويل أخرى علشان نكمل دفع باقي المستحقات المتأخرة، ايوه ونقدر نتعاقد مع اللعيبة بالعقود اللي تناسبهم وتناسب قيمتهم خلاص، ويكون في التزام. ومش عايزين نسلم مجلس إدارة للمجلس المنتخب إن شاء الله والنادي في هذه الحالة المالية الكارثية اللي احنا استلمناها. احنا شغالين على المشروعات اللي احنا اعلنا عنها، تمام واحنا منتظرين الموافقات النهائية من الجهات اللي احنا تمام اتفقنا معاها عشان نطلع نعلن توقيع العقود سواء لشركة الكورة او كمان البدء في بناء نادي الزمالك 6 ممتاز. اكتوبر والاستاد. طيب الكلام ده كله في حيز التنفيذ، ده اصرار اللواء عماد عبد العزيز ممتاز. واصرار المستشار هشام ابراهيم واللواء سامي صبحي والدكتور حسين السمري والعبد لله اللي بيكلمك، ربنا ان يعينكم. احنا ننقل نادي الزمالك لاستقرار مالي حقيقي. تمام. طيب عايز بس اقول معلومه انا امبارح كنت قلتها فبصححها، انه ماتش السوبر في كره اليد ما تاجلش لاغسطس، واتاجل اتاجل لاجل غير مسمى، وبالتالي ما تحددش ميعاده، لان طبعا في وقت ده هيكون في الاولمبياد، فبالتالي انتهى موسم الزمالك فعليا زي ما قال الكابتن ابراهيم عبد الله بالامس او امس الاول في كره لا بس السله، لسه عندنا بطولة أفريقيا بطوله افريقيا نفسها. مظبوط. إن شاء الله. لكن في الكاس من شويه الزمالك بيلعب في السيمي فاينل مع الاهلي، والربع الثالث كان خلص بنتيجه 60 56، فناقص ربع اخير. الكسبان منهم هيلعب مع الاتحاد السكندري اللي كسب النهارده سبورتنج، ده هيكون مباراه يوم الخميس باذن الله. فيما يخص الكاس، ودي كانت مسار ازمه بسببها حضرتك استقلت ورفضت استقالتك من جانب المجلس، هل في جديد او قعدته مع اتحاد السله ولا الموضوع خلاص خلص؟ ده هو كان في قرار طالع من اتحاد السله انه يقعد مع لجنه من نادي الزمالك، بس مظبوط. انا بصراحه خارج الملف ده كله. لانك اساسا كنت متضايق من الملف بسبب طريقه ادارته فاستقلت قبل الاعتذار او قبل استمرارك. يعني مش حابب اتكلم فيه بقى، يعني تمام خلاص مفيش مشكله. ممكن اكون انا الحماس خدني، لازم اكون انا اللي صح. لا مظبوط انا برضو ماشي. ممكن اكون انا استخدمت او ان انا في الملف ده اتعاملت برد فعل جماهير، فكان برضو غضبي مشتت. تمام يعني انا في الاخر ما احبش ان احس ان الزمالك مظلوم وانا قاعد مش عارف حق الزمالك، ولكن الطريقه اللي ادار بيها الملف اللي هو عماد والمستشار هشام وباقي اخواتي الكبار في المجلس، اعتقد ان هي كانت طريقه اكثر احترافيه تمام اللي انا عملتها، ولازم اعترف بخطأ.
ممتاز، جميل جدا وبحييك على ده. طيب بالعودة لفريق كرة القدم، الدكتور محمد أسامة عرض من الوصل الإماراتي، شكواه مش بس شكوى مادية بل هي شكوى على مستوى أنه محتاج بعض المعدات بحسب ما علمنا، فهل عرفتوا القصة دي واصلة لفين؟ أو في قرار سواء بانتقاله إلى الإمارات أو باستمراره مع الزمالك وتلبية طلباته؟ الدكتور محمد أسامة حد جميل وحد محترم وحد زملكاوي وينتمي للكيان، فما اعتقدش ان الدكتور اسامه ممكن يسيب الزمالك ويروح اي حته تانيه لان هو زملكاوي. زائد ان احنا متمسكين بالدكتور اسامه، ان حضرتك لما تيجي تبص على الملف الطبي واصابات لعيبه الزمالك وسرعه الريكفري تايم بتاعهم، تقدر تشوف ان هذا الرجل طبيا مستواه عالي جدا. أيوه. حد محترف وعارف يدير ملفاته الطبيه ازاي وبيشتغل بمنتهى الحريه. فاحنا يعني هنقعد مع دكتور اسامه، لو عنده بعض الشكاوي اكيد لازم نحلها له لان ده حقه، لانه لازم يشتغل في مناخ مناسب عشان يحافظ على المستوى الطبي اللي عامله للفريق. تمام، يعني وعد بحل القصه بحسب ما خرجت انا من الاجابه دي. اكيد احنا تمام. على اتصال دايما، انا شخصيا بكلم الدكتور اسامه، والدكتور أسامة يعني أنا بحترمه وهو زي أخويا الصغير. امبارح أنا كنت موجود معاه بقول له دكتور أسامة تعالى نقعد لو في أي مشكلة نقعد مع المجلس ونحلها، وما أعتقدش إن الدكتور أسامة عنده مشكلة يعني حاجات تقدر تجيبه يعني. أنا لا لا، أنا الوحيد كفاية كفاية الوحيد بس عايز أقول لحضرتك حاجة يا أستاذ هاني، اتفضل. الوحيد اللي ما بيتكلمش في أي ملفات هو الدكتور أسامة، لأن هو فعلا ما عندوش أزمة. مش قدامه شهر مهلة علشان الرد على أو تلبية طلباته قبل ما ممكن يمشي أو لإيجاد بديل ليه؟ انا ما اعرفش حضرتك جايب المعلومات دي منين. تمام خلاص، لكن الإجابة أو لأ ولا ما لا تعليق. انا ما اعرفش حضرتك يعني تمام. كلام الدكتور اسامه معايا ما قالش ان هو جاي له عرض من بره، والدكتور اسامه ما ساومش نادي الزمالك. تمام، لو ما حكيتليش دي انا همشي وانا جاي له عرض من بره. بالعكس، هذا الراجل محترم محترم مفهوم محترم محترم، وأضم صوتي وانا لصوتك. بقدره بشكل شخصي وبقدره على مجهوده الطبي اللي بيعمله. تمام، ممتاز. هارد لك اكيد بعد خساره الزمالك النهارده في نهائي دوري ابطال افريقيا لكره اليد، كره الطائره قدام طيب. الترجي التونسي بثلاث اشواط نظيفه، يعني كانت رحله من الانتصارات لحد المباراه النهائيه وعوده الترجي للقب بعد 7 سنوات. هارد لك. معلش يعني دي الرياض، احنا وفرنا المطلوب، الجهاز الفني طلب لعيب محترف وافقنا له عليه، وعملنا كل اللي نقدر نعمله ان احنا نساند بيها الجهاز الفني، ولكن خلاص ده مباراه نهائيه هيطلع فيها حد كسبان وحد خسران. مظبوط، ولكن في الاخر اكيد مجلس الاداره هينتظر التقرير الفني من المدير الفني، وساعتها هيكون مجلس الاداره هيشوف يعني القرارات المناسبه يعني. مظبوط، ولكن فرض الاكل للعيب. اكيد، بشكرك جدا.